مازن، يعني جيم كبير لإلك على الصعيد الشخصي اليوم، قدمت أداء الهجوم اللي كنا ناطرينه منك من بداية، يعني فبلشت تفوت أكتر كمشت مع الفريق بالأوفنس. الرياضي اليوم بهالفوز عم يأكد أنه هو فعلا مرشح ليفوز بدوري دبي، لأنه سلا قبل المباراة الكل كانوا عم يقولوا بلياقته البدنية بحضور الذهني حاضر ليفوز مرة جديدة عليكم. يعني مثل ما كلنا عم نقول، نحن اللاعب صرنا 3 شهور ونص ما لعبانين من وراء توقيف البطولة، كتير بضر اللعيبة، هذا كتير بضر الفرق. وبس نحنا تمرنا يعني ما كتير مع الرياضة، يعني حتى أنا ما كتير تمرنت معهم قبل، بس هيدا الفوز اليوم 3 ورا بعض يعني كتير مهمين، لأنه هلأ نحنا ارتحنا لبعدين، يعني لمشان ستيج 2 بالكورتر فاينل بنقدر نكون مع فرق أهين إذا بدك. هيدا الربح كتير حلو كان، يعني خاصة مع سلة المغرب، دايما سلة والرياضة بتعرف جيماتهم مع بعض كتير بكون فيزيكال وإنتانس، الحمد لله قدرنا نربحه. يعني طبعا ثقة كبيرة عم يعطيك اياها الكوتش احمد فران على ارض الملعب، وهيدي نقطة لافتة لانك جاي انت من فريق تاني كنت. صح اكيد بعطيك هذا الكوتش احمد بيثق فيني، وانا قد ما فيني اعطي للرياضي، يعني بلشت بالرياضي، يعني بعرف قيمة الرياضي انه لاعب يلعب مع الرياضي قديش مهمة، عم بلعب من قلبي وكل اللعيبه عم تلعب من قلبها، وهذا المطلوب حتى نقدر نروح بطوله دبي. بكره مباراه مع هوبس الفريق المزعج، ولكم على الصعيد شخصي للرياضي انت ما كنت معهم، يعني شو بتتوقع لهيدي المباراه تحديدا؟ لا هو احنا كمان فريق كتير مزعج، كمان مش بس مزعج، نحن اكثر، نحن كتير منيح كتير متجهزين، يعني خاصه بعد هالثلاث 3 وينز ان رو اعطتنا معنويات والثقه والكيمستري، هي تشوف اليوم كيف عم نلعب مع بعض على الديفنس، ساعد بعض على الاوفنس. جاي بكره حيكون حلو، هوبس دائما